عده المؤرخون آخر علماء غرناطة الأفذاذ. يحيى بن أحمد بن هذيل أبو زكريا التجيبي الغرناطي الأرجدوني نسبة إلى مدينة أرجدونة، شاعر وطبيب وفيلسوف، واطلع على علوم أخرى منها الهندسة والحساب والأصول والأدب. ولد في غرناطة ولم يحدد المؤرخون تاريخ ميلاده على وجه الدقة، وإن كان ولد بين القرنين 12 و13 للميلاد. عمل مدرساً للفرائض والأصول والطب في مدرسة غرناطة وطبيباً في البلاط السلطاني. اشتهر بتقاه ومؤانساته للحضور وقوة الحفظ وسعة العلم. من مؤلفاته الطبية تصنيف الاختيار والاعتبار وكتاب التذكرة في الطب وشرح كراسة الرازي في الطب. إضافة إلى علومه الطبية برع ابن هذيل في الشعر، وكان له ديوان حمل اسم السليمانيات والعربيات وتنشيط الكسل. عاش آخر أيامه مشلولاً، وزاد عليه وفاة زوجته فصحبه وجد شديد، فلما قربت وفاته استدعى تلميذه العلامة الشهير لسان الدين بن الخطيب وأملى عليه بعض الأبيات، إذ كان لسانه لا يبين القول ولا يفصح عما يريد. توفي على الراجح في العام 1352 للميلاد في مدينة غرناطة بالأندلس.